السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية، هل أنت وصلت على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلال أعزائي الكرام راح أشارك معكم آخر أخبار المحترفين وآخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري وتفاصيل جديدة حول قضية يعني إعادة مباراة الجزائر والكاميرون والملف الذي تم بعثه للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل يعني إرجاع حق الجزائر للجزائر. كل التفاصيل راح تعرفوا عليها إن شاء الله في هذا الفيديو. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم، ولا تنسوا اعطائنا زر لايك تشجيعنا لنشر المزيد من الفيديوهات مستقبلا. نبدا اعزائي الكرام بالخبر الاول، والذي يتعلق بالاتحاديه الغامبيه لكره القدم. اتحاد غامبيا لكره القدم اعزائي الكرام يعني اشتكوا بالكوتش جمال بالماضي. من بعد اعزائي الكرام اتصل رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم شرف الدين عماره، مثل ما اكد لنا البيان الخاص بالاتحاد الجزائري، واكدوا باللي انه يعني انهوا المكالمه بود ومحبه، وكل واحد طلب من الآخر من أجل تهدئة الأوضاع، ويعني كل شيء عاد إلى ما يرام والمياه عادت إلى مجاريها. احنا قلنا الحمد لله، تهنينا من غامبيا وتهنينا أيضا من شكاية الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ضد الكوتش جمال الماضي في ظرف 24 ساعة. ولكن اليوم أعزائي الكرام، الاتحاد الغامبي لكرة القدم يستفز بالماضي، وعكس ما تم الاتفاق عليه معه وبينه وبين الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاتحاد الغامبي لكرة القدم كانت منه تجاوزات اليوم حسب آخر مكالمة بينه وبين الاتحاد الجزائري لكرة القدم، واستفزاز للكوتش جمال بالماضي. حيث كما تشاهدون هنا امامكم قائل في الحساب الرسمي تاعهم، قام باكاري بابا قسم فخر غامبيا وافريقيا. يعني اسمعوا شنو يقول، فخر افريقيا، هذا هو التصريح المستفز. كيفاش انت فخر افريقيا؟ بزياره مجامله للرئيس في بيت كره القدم اليوم، يعني في الاتحاد الغامبي لكره القدم، واعرب عن سعادته بالدعم الذي يتلقاه من الاتحاد الغامبي لكره القدم وسط تصرفات الجزائريين الغير الرياضيه ضده. وأعاد الاتحاد الغامبي يعني من خلال الرئيس التأكيد على موقفه في الوقوف إلى جانبه في هذا الوقت يعني العصيب للغاية، وشجعه على أن يكون قويا ومصمما كما هو الحال دائما. هكذا أنتم يعني تهدئوا الأوضاع في غامبيا؟ هنا راكم تزيدوا تشعلوا في الأوضاع. يعني هنا خالفت العهد الذي بينك وبين الاتحاد الجزائري لكرة القدم. درنا معاهدة باه كل واحد يهدأ الأوضاع، ما تزيدوش تكلموا عن هذه القضية، وحنا يعني احتجينا ضد باكاري قساما كشخص وكحكم لأنه فاسد وشوه مباراة الجزائر والكاميرون. وانتوما وحنا وعدناكم ووعدتونا باه نهدئوا الأوضاع، ولكن انتوما يا الاتحاد الغامبي لكرة القدم درتوا تجاوزات جديدة واستفزيتوا الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكأن شيء لم يحدث. هذا ماشي يعجب أعزائي الكرام. قالك باللي باكاري قاسما فخر افريقيا، ويعني احنا دعمناه، وباكاري قاسما يعني جا شكرنا ويعني على الوقفه ضد استفزازات الجزائريين. هكذا انتوما يعني في غامبيا تهدئوا الاوضاع؟ صراحه هذه فضيحه جديده من الاتحاد الغامبي لكره القدم. والحاجه اللي عجبتني في هذه التصريحات هو انه مهما كان هذا الحكم فاسد، هذا الحكم عليه انتقادات كثيرة، إلا أنه الاتحاد الغامبي ولا ولاد بلاده وقفوا معاه، مش مثل الكوتش جمال بالماضي اللي رانا نشوفه ولاد بلاده يحاربوا فيه. هذه النقطة اللي عجبتني في غامبيا، ما لقري استفزونا بهذا التصريح، إلا أنه عجبتني الوقفة نتاعهم. ما لقري فاسد، ما لقري الكل ضده، إلا أنه ولاد بلاده وقفوا معاه. ليس مثل الجزائر، هنالك فئة كبيرة أعزائي الكرام تحارب بالماضي باه يروح على المنتخب الوطني الجزائري للأسف الشديد. ننتقل الآن إلى الخبر الموالي أعزائي الكرام، والذي يتعلق بملف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأيضا تصريحات حفيظ الراجي مؤخرا. تصريحات حفيظ الراجي مؤخرا لموقع القدس العربي، صرح قائلا أعزائي الكرام باللي أنه ما يتواجد حاليا في الملف نتاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم هو أنه مدعوم بوقائع وصور عن المباراة، وتم بعثها للاتحاد الدولي الفيفا لكرة القدم، وأيضا وثائق تثبت أن قاسما سافر إلى الجزائر عبر داكار والرباط وتونس ثم الجزائر، حيث التقى بوسطاء بينه هو بين صامويل ايتو بحسب الاتحاد الجزائري لكرة القدم. يعني مصادر حفيظ الدراجي من الاتحاد الدولي من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، كاين ادلة باللي انه باكاري قاسما التقى بوسطاء صامويل ايتو من اجل رشوة، هذه حاجة باينة. ولكن اعزائي الكرام اليوم تفاجأنا بتصريحات من الناطق الرسمي للاتحاد الجزائري الا وهو صالح بي عبود، الناطق الرسمي لهيئة الفاف، شارك معنا تصريحات صراحة نوعا ما صادمة وراح نشرحها لكم بطبيعة الحال. صرح قائلا الفيفا تقوم بدراسة الملف شكلا ومضمونا، إذا كان المضمون سهل الدراسة سيتم الإجابة بسرعة، أما إذا كان المضمون يحتاج استدعاء أطراف أو إلى استماع
إلى التسجيلات إلى آخره، فإنه يحتاج وقت. مثلا من بين الأمر الذي وضعنا، من بين الأمور التي وضعناها في الملف هي التسجيلات بين الحكام الفار وكذلك باكاري قسامة. يعني هذا هو هذه التفاصيل الجديدة أعزائي الكرام. زادوا في الملف التسجيل الصوتي بين غرفة الفار وكذلك الحكم باكاري قسامة، وقائلا أيضا الملف التقني يتعلق بأمور تقنية ما نقدروش نتكلموا على كلش، أما ما يأتي به البعض الأطراف الأخرى عن الرشوة أو أمور شبه ما أخرى ما ندخلوش فيها، هذه اللي عنده دلائل قاطعة يتقدم بها. وكاين الناس يعني راهي تقول أنه تقدمنا بدلائل للفيفا، وكل واحد يسعى من جهته. بالنسبة للجهة الرسمية والاتحاد الجزائري لكرة القدم هي الملف التقني، ونحن دائما في انتظار إلى يومنا هذا. بهذا التصريح أعزائي الكرام، صالح بيع عبود أو الفاف راح يتكذب في تصريحات حفيد الراجل اللي قال باللي انه ها واش كاين في الملف وها واش كاين، وراحوا يعني بعثوه للفيفا فيه يعني التقاء بكاري قسامه بوسطاء سامويل ايتو في يعني في المغرب في الرباط، ولكن سمعناش العكس من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم. يا اما مصادر يعني كما نقول حفيد الدراجي مش موثوقه، ولكن هذه النقطه انا نستبعدها لانه كل الاخبار تقريبا تاع حفيد الدراجي دائما بمصادر حقيقيه رسميه وموثوقه 100%، ودائما ما كان يجلب لنا اخبار صادقه ويعني رسميه قبل الوقت. مش حفيد الدراجي اللي يكذب علينا بطبيعه الحال، ولكن الاتحاد الجزائري انا تفاجات اليوم كي قال لك باللي انه ما عندناش ادله رشوه، وحفيد الدراجي منذ يومين او يوم ليله امس قال باللي انه عندنا ملف الرشوه وبعثوه حسب مصدر من داخل الاتحاد الجزائري لكره القدم. انا هنا ما فهمناش اعزائي الكرام، واش رايك تلعبوا بالمشاعر ديال الجمهور الجزائري؟ انا صراحه واحد من الناس كرهت، فما بالك عاد الجمهور الجزائري كم كرهنا هذه القضيه. كل مره يطلعوا لنا المورال ويهبطوا لنا المورال، كل مره يعطيونا امل يحطموا ذاك الامل. ولكن اعزائي الكرام، الحاجه اللي الاخرى اللي تخليني نخمم فيها اكثر هو انه ممكن 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 انه الاتحاد الجزائري لكره القدم ما حبش يصرح بمثل هذه التصريحات، خاصه التقاء بكاري قسامه بوسطاء داخل الاتحاد داخل عفوا المغرب، باه يعني الاتحاد المغربي لكرة القدم ما يشتكيش ضد المنتخب الجزائري. هذه النقطة ممكن أعزائي الكرام ناخذوها بعين الاعتبار، لأنه بالماضي صرح فقط عن الحكام في إفريقيا، شفنا كامل إفريقيا دارت عليه، كامل إفريقيا بصحفيينها وأيضا بالسياسيين السياسيين داعها بكل يعني الأشخاص داروا على الكوتش جمال بالماضي. فلهذا ممكن أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم حقا عنده ملف التقاء بكاري قسامة مع وسطاء صامويل ايتو في المغرب، وما حبوش يتكلموا بها وفيها للعلن بعض الكرام، ما يوصلوش إلى شكاية الاتحادية المغربية لكرة القدم بالجزائر مجددا. ممكن هذه النقطة تحدث عز الكرام. هذا هو الشيء اللي انا يعني نقدر ناكد يعني نوضحه لكم اكثر، انه حفيد الدراجي مش الانسان اللي يكذب عز الكرام، هو الاول اللي قال باللي انه لازم تصرى معجزه به المباراه تعاد، والمعجزه هي تتعلق بالرشوه. وفي الموقع العربي القدس العربي صرح باللي انه بكاري قسامة التقى بوسطاء من داخل المغرب، يعني وسطاء صامويل ايتو، ويعني كانت هنالك امور متخصصه بالرشوه والى اخره. راه كاين المقال شاركناه معكم سابقا وقرينا لكم كامل المقال. فلهذا ممكن أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أراد التستر حول هذه النقطة وما بغاش يذكر المغرب، به ما يعني ما تسلطش عليه يعني كما نقول أعزائي الكرام شكايات جديدة من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم، لأنه سبق وأن يعني تقدموا بشكاية ضد الكوتش جمال الماضي من كلتا الاتحادين، الاتحاد الغامبي وكذلك الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. والشيء اللي يزيد يأكد لي باللي أنه حقا كاينة رشوة هو أنه يعني واش كان يدير قسامة حقا في المغرب؟ واش كان يدير قسامة في المغرب؟ خاصة تصريحات عمر فهمي رحمه الله السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم سابقا. على كل حال صرح لنا باللي انه بكاري قسامة عنده علاقة وطيدة مع المغرب وباه راح للمغرب اعزائي الكرام، هذه حاجة باينة باللي انه كانت كاينة رشوة، خاصة انه توقف في المغرب وخاصة انه صامويل ايتو تربطه علاقة وطيدة مع المغرب. انا ما رانيش نتهم، ولكن راني نجيب لكم تصريحات حية تأكد لنا هذه النقاط. فممكن أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعني ما بغاش يخرج يعني للعلن بمثل هذه التصريحات، والعلم لله. ننتقل الآن إلى الخبر المولي أعزائي الكرام، والذي يتعلق بمفاجأة من العيار الثقيل. لاعب سابق دولي للمنتخب الوطني الجزائري يعني صرح وكشف لنا من هو الذي كان وسيطا بين صامويل ايتو والاتحاد الكاميروني لكرة القدم من أجل الرشوة.
فاللاعب السابق خزروني صرح قائلا في تصريحات تلفزيونية في المغرب: هنالك وسيط في هذه القضية وهو الممثل الكوميدي جمال دبوس، وسيط في هذه القضية قضية بكاري قصبة. وطبعا يعني هذا جمال دبوس أعزائي الكرام حسب ما طلعت في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الانترنت يعني هو صديق لسمر إيتو المقرب، وصرح قائلا: لو كانت القضية سهلة كانت الفيفا تأخذ قرار في أقرب وقت، لأنها ما قدرتش تلعب بقرارات وملف مثل هذا. جمال دبوز يعني يقعد مع المالك نتاع المغرب حسب تصريحات هذا اللاعب، ويقعد كذلك مع نقجع وهو يمتلك علاقات وطيدة يعني في فرنسا. لست مختص في مثل هذه الأشياء، لكن عندنا معلومات، نحن كرياضيين عندنا معلومات. لقجع لم يتحمل المقابلة التي فزنا عليهم في قطر بهدف يوسف بلايلي العالمي، ومنذ ذلك الحين ويعني أكدت لنا التقارير لأنه كانوا يخططوا ضد المنتخب الوطني الجزائري. العلم لله، أنا فقط نقلت لكم الخبر وانتم خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات. إذا كان هذا فيديو اليوم، نتمنى أعزائي الكرام أن تخرج توضيحات في قادم المواعيد، ولحد الآن الفيفا ما زال ما صرحت ولا بشيء، يعني بها نكونوا في يعني الصورة وفي بيت القصيد، لحد الآن الفيفا لم تخرج ولا بقرار يعني لصالح مباراة الجزائر والكاميرون، وكل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي يعني مش يعني أشياء صحيحة. لحد الآن الفيفا ما زال تدرس، ولحد الآن الفيفا ما زال ما أعطتناش أي قرار. كان هذا فيديو اليوم أعزائي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام.